أنا اسمي قمر وعمري 13 سنة. إحنا كنا بالضيعة، قمنا نزحنا بسبب القصف اللي عنا. قامت نانتي حضرت عند منظمة يد بيد ونبهها عن الأجسام الخطيرة. قمنا رجعنا بعد، يعني ما كان في قصف، خلص القصف بمدينتنا. قامت نانتي رجعت وكان وضع البيت كتير مكركب وخافت على عمامي إنه يعني ما يتأذى حدا بعائلتهم. نحن ما كنا، نانتي ما ينتبهها، كانوا زارعين بالآذان أجسام خطيرة. قمنا نحن انتبهنا عليهم واتصلنا بالدفاع المدني، شالوا الأجسام الخطيرة من الآذان. الحمد لله كنا بخير وسلامة.